سي ان فو بروبليم، فهمتني؟ سي ان فو بروبليم. هل تعتبر انه الانتعاش الاقتصادي الان ممكن نربحه من مقاومه الفساد بعض نقاط نمو؟ بيان سور. وقديش منتظر؟ هو فهمتني مقاومه الفساد اللي قاعده متكلف علينا اونتر 3 4 بوان، فهمتني، دو كرواسونس في البي بي راه سنويا. اي انا فما دي شيفر كي نشوفهم، كي نشوف ليكزرسيس نتاع 2014 اللي وقفته ريسامون، فهمتني، الكور دي كونت دايره المحاسبات، ونلقى عندنا 11200 مليار ايفازيون فيسكال ما بين فهمتني تاكس دوانير وما بين فهمتني لامبو ديريكت انديريكت. ثلث الميزانيه 35% من الميزانيه، فهمتني، هذا خطر كبير برشا، هذا يدخلنا في فيراج خايب ياسر، فهمتني. تصور انت الفلوس هذوما موجودين في الميزانيه، مازال عندنا مشكل في الكتله الماسه الريال اللي تحكي عليهم لافامي، تقول فهمتني مثلوا 45% من الواحد، ما عادش قلقنا يولي.